حقيقة السيستان. لا يزال رافضة العالم أجمع ورافضة الخليج على الخصوص ينفذون وبدقة بروتوكولات وأجندة عمائم قم الصفوية في تنفيذ خطتهم الفاشلة المسمى الخطة الخمسينية في تصدير الثورة الحسينية، والتي جاء فيها النص التالي: لنقوم بتصدير الثورة الإسلامية إلى جميع الدول المجاورة، نوحد الإسلام أولا، لأن الخطر الذي يواجهنا من الحكام الوهابيين وذوي الأصول السنية أكبر بكثير من الخطر الذي يواجهنا من الشرق والغرب، لأن هؤلاء الوهابيين وأهل السنة يناهضون حركتنا، وهم الأعداء الأصليون لولاية الفقيه وللأئمة المعصومين. وحتى إنهم لا يعدون اعتماد المذهب الشيعي كمذهب رسمي دستورا للبلد أمرا مخالفا للشرع والعرف، وهم بذلك قد شقوا الإسلام إلى فرعين متضادين. بناء على هذا، يجب علينا أن نزيد نفوذنا في المناطق السنية داخل إيران، وبخاصة المدن الحدودية، ونزيد من عدد مساجدنا والحسينيات، ونقيم الاحتفالات المذهبية أكثر من ذي قبل وبجدية أكثر. ويجب أن نهيئ الجو في المدن التي يسكنها 90% إلى 100% من السنة، حتى يتم ترحيل أعداد كبيرة من الشيعة من المدن والقرى الداخلية، ويقيمون فيها إلى الأبد للسكنى والعمل والتجارة. ويجب على الدولة والدوائر الحكومية أن تجعل هؤلاء المستوطنين تحت حمايتها بشكل مباشر، ليتم إخراج إدارات المدن والمراكز الثقافية والاجتماعية بمرور الزمن من يد المواطنين السابقين من أهل السنة. ثم جاء في الخطة: فإذا استطعنا أن نزلزل كيان تلك الحكومات بإيجاد الخلاف بين الحكام والعلماء، ونشتت أصحاب رؤوس الأموال في تلك البلاد ونجذبها إلى بلادنا أو إلى بلاد أخرى في العالم، نكون بلا ريب قد حققنا نجاحا باهرا وملفتا للنظر، لأننا أفقدناهم تلك الأركان الثلاثة. انتهى. ونجد هنا كيف وضعوا زرع الخلاف بين علماء ودعاة أهل السنة وحكامهم الذين أسموهم وهابيين، ركيزة من ركائز بث الشقاق والفتنة في الدول السنية. ودعونا نأخذ مثلا واحدا فقط، وهو ما حصل في عام 2009 ميلادي حيال هذه النقطة القذرة من خطتهم الخاسرة. فبدأوا بالعلامة الراحل الإمام ابن الجبرين رحمه الله، ثم الدكتور القرضاوي، ثم بالدكتور ناصر العمر، ثم الدكتور عبد العزيز الفوزان، ثم بالدكتور سلمان العودة، ثم الشيخ القارئ عادل الكلباني، ثم الآن بالداعية الدكتور محمد العريفي. وهي سلسلة لم تنتهي، دام أن علماء أهل السنة وأسود التوحيد لن يسكتوا عن نشر الرفض والبدع في البلاد السنية، ولن يصمتوا عن الأطماع الفارسية في المنطقة، وسيقفون جنبا لجنب مع حكامهم، وهذا ما يفشل مخططات الصفويين. حقيقة السيستان. واليوم لمن هب الرافضة، ونصرة لمن؟ إنه آية الله علي السيستاني، أعلى مرجع ديني لهم. فمن هو هذا الرجل؟ وهل ما قاله أهل السنة فيه انفراد منهم، أم أنه شاركهم الرأي غيرهم من أتباعه في المذهب؟ علي السيستاني هو مرجع أكثر رافضة العالم الإسلامي اليوم بعد خلفه الخوئي الهالك عام 1413 للهجرة، وهو إيراني يقيم في نجف العراق العربي، وهو فارسي لا يجيد العربية. هو من ساند قوات الغزو الأمريكي على العراق بفتواه الشهيرة التي أكدها السيد عبد المجيد الخوئي، الذي دخل العراق مع قوات التحالف بقوله: إن المرجع السيستاني أصدر فتوى تدعو العراقيين الشيعة إلى عدم الوقوف في طريق قوات الغزو الأمريكي. والسيستاني هو الذي أوعز إلى القوات الإيرانية الرافضية التي تسترت بميليشيات القتل والإرهاب في العراق ضد أهل السنة لإبادتهم وتهجيرهم وتمزيقهم، وهو الذي صمت عن كتب مذهبه الرافضي في تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، وأنهم خالدون في نار جهنم وأنجسوا من الكلاب والخنازير، وهو الذي أفتى في موقعه الرسمي بعدم جواز إعطاء السني الفقير من زكاة الشيعي، وهو الذي أفتى بعدم صحة صلاة الشيعي خلف أهل السنة في مساجدهم، وهو الذي أفتى في موقعه الرسمي بأن كل من لم يؤمن بالإمامة فهو كافر في الدنيا،
خالد في جهنم في الآخرة، وهو الذي أفتى بجواز التدخين 3 سيجارات فقط لا غير للصائم الذي أدمن على التدخين ولا يقوى على تركه، وهو الذي أفتى بجواز أكل طين تربة الحسين بشرط خلطه بالماء القليل، وهو الذي أفتى بأن الصلاة في مسجد علي بن أبي طالب أفضل من الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وهو الذي أفتى مئات الفتاوى الجنسية النشاز التي يستحي منها المسلم ويكسف الحياء خجلا لقذارتها وعدم واقعيتها بين أهل الإسلام. بين السيد السيستاني ومراجع الشيعة الآخرين، كتب الأستاذ صباح الموسوي كاتب أحوازي: إننا نرى في الوقت نفسه هؤلاء المتباكون على حرمة المرجعية تخرس ألسنتهم وتكمم أفواههم ولا ينبسون بكلمة عندما تتعرض المرجعية الشيعية إلى الإهانة وتداس حرمتها من قبل صانعيها ودعاتها في إيران. فكم من مرجع تعرض للاعتقال والسجن والإقامة الجبرية وخلع العمامة من قبل نظام الملال في إيران طوال 30 عاما الماضية. ألم يقم النظام الإيراني بإهانة مرجع الشيعة الأعلى في زمانه السيد كاظم شريعة مداري الذي توفي في 23 من رجب لعام 1406 للهجرة مقهورا تحت الإقامة الجبرية بعد رفضه الإقرار بمبدأ ولاية الفقيه؟ ثم ألم يجري اعتقال المرجع الكبير الشيخ محمد طاهر الخاقاني المتوفى سنة 1986 للميلاد ووضعه تحت الإقامة الجبرية في مدينة قم مدة 7 سنوات لمجرد مطالبته بالمساواة بين العرب والفرس في الحقوق؟ ألم يتعرض المرجع السيد محمد الشيرازي المتوفى عام 1422 للهجرة للإقامة الجبرية لسنوات عديدة ويعتقل أبناؤه ويعدم العديد من أتباعه لمجرد مطالبته بتطبيق مبدأ شورى الفقهاء بدلا عن مبدأ ولاية الفقيه التي أرادها الخميني لتعزيز سلطته؟ ثم ألم تقم السلطات الإيرانية بتجريد أبرز فقهاء الشيعة في عصره الشيخ علي حسين منتظري المتوفى في 19 من كانون الأول عام 2009 من منصبه كنائب لقائد الثورة وتضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة تزيد عن 10 سنوات وتعتقل وتسجن جميع من اتصل به أو دافع عنه وذلك بسبب مخالفته لسياسة الظلم والتمييز التي يمارسها النظام؟ ألم يقم النظام الإيراني قبل 4 أعوام باعتقال العالم المجتهد السيد محمد حسين كاظميني بروجردي الذي ما يزال يقضي عقوبة السجن لمجرد مطالبته بفصل الدين عن الدولة وعدم تسييس الدين؟ وقبل هؤلاء ألم يتعرض مرجع الشيعة الكبير أبو القاسم الخوئي لحملة إهانة وتشهير من قبل النظام الإيراني وأتباعه نتيجة مخالفة الخوئي لنظرية ولاية الفقيه ودعم الحرب الإيرانية ضد العرب؟ لهذا نعتقد أن الشيعة قبل غيرهم أهانوا مرجعياتهم وعليهم أن يحترموا هذه المرجعيات أولا وينأوا بها عن مستنقعات السياسة وألاعيبها القذرة ثم يطالب الآخرين بعد ذلك باحترامها. جاء في موقع سيف المرجعية الحوار الذي أجري مع السيد محمود الحسيني الصرخي حول أعلمية السيستاني تحت عنوان السيد السيستاني مطعون الاجتهاد والعدالة عند الصرخي. نص الحوار: سئل الصرخي عن أعلمية السيد السيستاني ولكم نص المسألة. السؤال: خرجت في الآونة الأخيرة كلاما حول اجتهاد وأعلمية السيد السيستاني حيث أنهم يقولون إن السيد السيستاني دام ظله ليس له آثار أو مقدماته غير حجة، نرجو إيضاح قولكم في هذا الخصوص باسمه تعالى. الجواب: إن الواقع يثبت ذلك وعليك توجيه الكلام إلى السيد السيستاني ولمن يدعو له واطلب منهم إبراز الأثر والدليل العلمي الأخلاقي الشرعي الدال على اجتهاد السيد السيستاني فضلا عن أعلاميته، فكيف بالأمة التي تقدم من لم يثبت اجتهاده بالدليل العلمي الشرعي الأخلاقي؟ والله أعلم. وفي مسألة أخرى وهي مسألة 106 من مسائل وردود الجزء الأول، السؤال: مولانا، هناك من أهل الخبرة من يشير إلى أن الأعلمية للشيخ الفياض ويقولون باتباع السيد السيستاني لأن الشياع للسيد السيستاني، فكيف تفسرون ذلك مع العلم أن الدليل العلمي هو الحجة على المكلف أمام الله؟ الجواب: باسمه تعالى، هؤلاء عبدة الدينار والدرهم والسيد السيستاني دام ظله دنانيره ودراهمه أكثر.
نشر موقع ضلال نت رسالة من مكتب فضل الله إلى السيد السيستاني، وتتضمن الرسالة جملة من الإهانات لسماحة السيد السيستاني. السيد محمد حسين فضل الله المرجع اللبناني يتصدى للسيستاني ويعرض بأفكاره، فيرد عليه مكتب السيد السيستاني مباشرة من خلال موقع ضلال نت الموجه لعامة الشيعة للتحذير من المرجع العربي فضل الله اللبناني. وهنا فإنا لنعجب أشد العجب من أولئك المتباكين على هذا الرجل الذي عرف المسلمون حاله الآن، ونقول لعامة الرافضة قبل علمائهم إن لعن وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة وأزواجه أمهات المؤمنين وتكفيرهم بات معلوما أنه دين الشيعة الرافضة، ولم يكن تكفيرهم للمسلمين عامة موضع استغراب بعد هذه العقيدة المجوسية. حقيقة السيستاني.